السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، الزر الاسود اللي كاين اسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابه والقفطان المغربي. اليوم كيف العاده جبت لكم اخر ما كاين في التكشيطه والقفطان المغربي بالثوب ديال التليجه. يعني هاد الموديلات هادو يعني مخدومين خدمه راقيه ورائعه، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. يعني موديلات ديال التليجه اخر ما كاين في القفطان المغربي او التكشيطه المغربيه، نتمنى ان شاء الله هاد التشكيلات تنال الاعجاب ديالكم. و الى عجبكم هاد الفيديو هذا كيف العاده ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر الاعجاب، زر لايك، باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر ما كاين في الموديلات ديال القفطان والجلابه المغربيه. ما تنساوش كذلك تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.
بدأ.